Creative Active للتحدث باللغات، برنامج العطلة الصيفية للكبار والصغار. تفاصيل برنامج Creative Active للتحدث باللغات. يعد Creative Active برنامجاً متكاملاً يرتكز على الدعائم البيداغوجية التالية: أولاً، درس سمعي بصري عبر اعتماد برامج عالمية مصرح بها من الاتحاد الأوروبي الموحد للغات. ما هو برنامج Creative Active؟ برنامج Creative Active للتحدث باللغات هو برنامج حصري وجد مميز، صمم خصيصاً لتمكين الطلاب من التحدث بطلاقة عبر اتباع استراتيجيات التعليم النشيط والتي تعتبر أحدث طرق التعليم في العالم، وباستعمال أساليبنا الحصرية والمصممة من طرف أساتذتنا، مما يجعل هذا البرنامج منهجاً احترافياً وغير مسبوق في الجزائر. ثانياً، The Talk، دروس محادثة مكثفة باستعمال استراتيجيات التعليم النشيط. هنا سيجد الطالب نفسه في محيط لا يسمع فيه غير اللغة المراد تعلمها، فبرنامج Creative Active يعتمد بشكل كبير على المحادثة والتي تشمل مختلف ميادين ومجالات الحياة الفعالة. ثالثاً، Active Learning، وهنا يتم إدراج الورشات التفاعلية باتباع استراتيجيات التعليم النشيط، وهذا ما يجعل برنامج Creative Active الأول من نوعه على مستوى الوطن. عن أساتذتنا، منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نحرص على انتقاء أحسن الأساتذة. نحن في نور أكاديمي جعلنا للتعليم متعة بتصميمنا أحسن الطرق التعليمية. فيما يخص الحجم الساعي للبرنامج، ولأننا متميزون حرصنا على تخصيص 6 ساعات أسبوعية مقسمة على 3 حصص في الأسبوع، وهذا ضمن المزايا المغرية والتي تعودتم عليها معنا. Outdoors هو نشاط خاص فقط بمؤسسات نور أكاديمي، فهو عبارة عن خرجات تعليمية إلى مختلف الأمكنة كالشركات، المحلات، المطاعم، المطار، هيئات عمومية وخاصة، من أجل ممارسة حقيقية للغة وتطبيقها في عين المكان. رحلات بيداغوجية، وهي رحلات تعليمية منظمة داخل وخارج الوطن. لا تنسوا متابعة دروسكم ونشاطاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. نحن في نور أكاديمي نسعد سنوياً باستقبال مئات الطلبة كباراً وصغاراً. مسيرتنا التعليمية مليئة بالذكريات والنجاحات. نور أكاديمي، وأصبح للتعليم مفهوم آخر.